تعالكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. نستقبلوا حاليا المعد البدني والمدرب وسيم معلق. مرحبا بك وسيم. السي كيفاش نقدمك، مدرب ولا معد بدني ولا كيفاش بالضبط؟ والله دوب دوب الكاسكيت اللي تحب اخويا، هزوز من الاختصاص اخويا، مدرب او مدرب، احنا ديما مدرب وديما مكلف بالاعداد البدني. هو انت الحقيقه عملت مسيره متميزه كمعد بدني، اكيد خدمت في المنتخب الوطني في السي اس اس وفي الخليج كيف في قطر، ان شاء الله في التدريب تاخو تكون في نفس المستوى ولا حتى اكثر. لما لا وسيمه يا اخويا الساعه والحاج، نحب نرحب بالمستمعين جميع مستمعين كسويت اف ام، مرحبا بك. اكيد اللي الانسان يمر بتجارب في حياته ينجم يكون تجارب فيها الباهي فيها الخايب. اكيد ان طونك مدرب معد بدني الحمد لله معناها الواحد تعدى ديما ثم نجاحات. صحيح التجربه اللي خضتها اثناء كمدرب او مدرب مساعد بنينا فيها مع النادي الرياضي الصفاقسي، بالنسبه لي ممكن الاختيار مع الناس اللي تخدم معهم هي ممكن اللي ما كانتش طيبه، لكن هذا ما يمنعش الحياه كلها تجارب والانسان ممكن عملنا تجربه، لكن اليوم مخدينا شويه راحه والراحه باهيه، خليك تروندر دي ريكول باهي. قعدنا في الحجر، اما الحجر الرياضي مش الحجر الصحي تو 6 شهور ميسا في دي بيان كيما نقولوا، تفيد بيان الواحد تلا شويه بعائلته تلا شويه بصغاره والحمد لله. دونك اليوم الكلنا كيفاش يقولوا في كلنا في معاش تم اليوم في البلاد، معاش تم رياضي مش رياضي، الناس كل فرد قفه، الناس كل فرد صحن في الازمه الكبيره هذه اللي قاعده صايره، في الوباء هذا اللي قاعد صاير، اللي نقولوا ربي يلطفنا ربي يسترنا الناس الكل معناها ان شاء الله. فما حاجه ما خلينا نستغل الفرصه، يعني فما حاجه في القريب شما بالضبط كونتاكت عارف شنو؟ والله للامانه نقول لك يعني ما ثم حتى كونتاكت وثم حتى حاجه، لانه اول حاجه الساعه نعرفها انه تو نهايه موسم، ممكن التحضير للموسم القادم. ما نتصورش ثم حاجه اليوم الناس كل، والله ما ثم عندي حتى حاجه لا رسميه ولا غير رسميه باش نكون معك صريح، لكن اكيد انا مفتوح وعلى جميع يعني كيفاش يقولوا لي بروبوزيسيون، اي بروبوزيسيون بالعكس او كونترير، الواحد توا مش يرجع بدم جديد، والانسان يقول لك باش يقدم يزمو ساعات بون اغيغ بور بيان افونسي زاد ان شاء الله. باهي حكيت على حاجه رياضي، عندي نحكيو شويه على حاجه الصحي، كيفاش قاعد تعدي في النهار نتاعك في الدار كيفاش بالضبط؟ والله على يعني كيف ما جميع التوانسه، ما نقولش التوانسه برك يعني اليوم هذه ازمه عالميه، كيما جميع سكان تقريبا العالم الناس الكل كيف نقعدوا احنا في الكادر في الاطار نتاع بلادنا، الناس كل احنا كل حد شد دارك شد دارك، ويفيكتيفمون اليوم الحل راهو باش نبعدوا على بعضنا باش ما تتفاقمش العدوى هذه بين يعني جميع المواطنين والاخوه والعائلات والناس الكل. يظهر لي قد ما نكونوا بعاد على بعضنا، قد ما نحميوا بعضنا، قد ما نحاولوا نبعدوا على يعني توت سورس نتاع كونتاميناسيون اللي تخلينا نفيدوا. انا واحد من الناس يعني للامانه يعني في الدار ما نخرجش بالكل، يعني اذا كان خرجت نتاع ممكن يعني يعني العطار او حاجه قريبه باش الواحد او خبزه وناخذ جميع الاحتياطات الممكنه، لانه الواحد نعرفوا هذه الابيديمي هذه، قولوا ربي يلطف بينا ربي يسر التوانسه الكل. امين ان شاء الله. باهي وسيم نحكي على موضوعنا اليوم بدنيا، كيفاش نجم ياثر التوقف هذا على الملاعبيه التوانسه ولا في العالم الكل بوا مش كان التوانسه كهو؟ بالضبط اليوم ما عادش نحكيو كيما قلت انت، اليوم ازمه عالميه، اليوم ماهيش ازمه في تونس برك، اليوم الناس كلها عندها سليني على العالم كامل، اليوم احنا اليوم برك تعرفوا الناس كل سمعت ديجا حتى الكاف يعني اغلقت مقراتها في مصر، الفيفا تبعث تعدي في برشا بلاغات، اليوفا اجتمعوا وخروا اليورو 2020، يعني كل يعني عديد العوامل اللي هي تخلي الازمه هذه ازمه عالميه من الناحيه الرياضيه، وخلت عديد الناس يعني يتعاملوا يعني في الطريقه هذه ما نقولش بحذر، لكن يظهر لي لمخاخ اليوم والناس الكل مخهم مش في الكوره ولا في الرياضه قدر ما هي في الازمه الصحيه وكيفيه الخروج منها. دونك انه انسان اليوم تقول لي التوقف هل يكون سلبي ولا مش سلبي، اكيد عنده مضره، احنا نقول ان شاء الله نتعافوا نتعافوا من المرضى وربي بعد علينا الامراض وان شاء الله ترجع في اقرب الاوقات ويتم تطويقه المرض هذايا، لكن اللي اكيد اللي ممكن الملاعبيه او الناس اللي ولا ستاف ميديكال ولا ستاف تكنيك ولا ستاف ادمنستراتيف
سون دي بيرسون اللي يخدموا وعندهم عائلات ومنها يسقاطوا الكرة. دونك هذه حاجة راهو ما ننسوهاش. اليوم هذوما الناس يزلنا زادا نشوفوهم بعين الاعتبار. ما نحكيش كانش على الملاعبية، يعني ثم ناس دايرة في محيط الكرة اللي هم مهمين جدا. دونك كيف نرجع من الناحية الكروية أو الرياضية، اللاعب يعني توقف راهو مش يكون سلبي أكيد، لكن قديش مش يكون التوقف؟ وهذا هو السؤال بالضبط. نجم نعتبروها إذا كان توقف متاع أقل من أسبوع نجم نعتبروها ينتريف كما تريفي فيرنال ولا تريفي استيفال، لكن هنا كيف تتواصل أكثر مش المجرة كيفاش مش يرجعوا للملاعبية، هنا هو السؤال المهم. دوك أنا واحد من الناس نقول نعرف احنا لكباسيتي ايروبي متاع أي لاعب ولا رياضي بعد 4-5 أيام إذا ما غير تمارين تبدأ تنقص تدريجيا. أهم حاجة هي خسارة القدرة الهوائية نسميها بالعربية. اليوم اللاعب يجب يكون كما نقوله بالتنسيق أكيد مع الأطر الفنية، يقوم يعني اليوم لاعبين محترفين، دونك ما نصورش مش لاعب مش يخلي روحه. ديجا كيف نشوفوا احنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عديد اللاعبين ساعات هبطوا دير تي فيديو ولا دير تي ستوري ولا حوايج يظهر اللي هو راه قاعد يدرب. ايوا ديجا عاش كنت تسمع ولا كان معنا معز بن شريفيه اكد اللي قاعد يدرب وحده. اكزاكتومون لا لا وشفتوا حتى معز يدرب على الحر كله يعطيه الصحه وافكتيفمون هذا هو خاطر هذيك 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 معناها هذيك انت كيفاش الخبز نتاعك هذيك باش تعيش هذيك خدمتك هذيك حياتك. دونك افكتيفمون معناتها وقفه الكره راس مالك يعطيك الصحه فوالا. دونك خويا سلام انا نشوف اليوم الحلول تو كي ناخذوا مثلا ناخذ اكزامبل كيما بايرن ميونخ. بايرن ميونخ اللي هي كلكو جور بداو ان انترينمون سكون ابل ان سيبر تريننج. سيبر تريننج هذا يعني سي لونترينمون ديستانس، لونترينمون ديستانس والتمرين عن بعد يعني بالعربيه. يقوم بها عندهم اوقات في كيما نفس يعني ما في عندك اوقات تجي التمرين الساعه 3 ولا الساعه 6 ولا الصباح الساعه 10، عندهم اوقات تاع تمارين مثلا 10 نتاع الصباح، 10 نتاع الصباح الناس الكل تبدا كونكتي كيما نقولوا احنا بسكايب ولا باي طريقه في اوديو فيزيوال. اي دو فاسون سويفر عندهم بريباراتور فيزيك يقوموا بتمارين تاع ساعه ونص. ويدخلوا توس اون جروب اي كومونس ا فير اون معناها دو لونترينمون اللي هو انتونس وانترينمون انترينمون ومن بعد تدخل تسكي ديسكسيون ويبداو يحكيو ويقربوا لبعضهم ويقعد الجروب قريب. سا سيتي ايدي تري انتيريسونت معناتها اوريجينال، لكن هي حتى مع الظرف مش اوبليجي. اليوم كيف نرجعوا احنا بعض الناس يقول لك مثلا نجموا ترجعوا تترينيو لكن من غير احتكاك، كرة قدم ما تنجمش تحكي لي من غير احتكاك، ما تنجمش نقعد بعيد على صاحبي متر، ما تنجمش شنو انا هو التنس والفولي بول كل حد بيناتهم في ليه لكن ديما ثم الكونتاكت، ما نجموش مش كونتاكت مباشر لكن ثم القرب وكذا. دونك انا حسب رايي اليوم التوقي من المرض هذا راهو خاطر كي نسمعوا احنا نشوفهم لاعبيه ومدربين ارتيتا ارسنال بلاد ماتويدي البارح جيدوكا الجيريان توفى الله يرحمه بالوحده كيف نسمعوا النمبر دو بليسور في فيرنتينا اليوم في بورسموث في انجلترا يعني عديد العالم في العالم الكل انت كيف الاتحادات يطالبوا بور ريبورتي الاولمبياد نتاع طوكيو هذا كل عوامل تخلي الانسان يفكر منيح. اليوم كل لاعب انا بالنسبه لي يلزمه يكون طبيب روحه، كل لاعب يلزمه ينسق مع الاطر الفنيه نتاعو سواء مدربين او مدربين لياقه ويحاولوا يقوموا يقعدوا اون اكتيفيتي دو فاسون. عجبتني كلمه معز الساعه قال كي نرجع على الاقل نرجع 80% وهذاك هو الصحيح وهذا هو التفكير السليم. اليوم اللاعب يلزم يرجع اقل حاجه ثم ان شارج كيما نقولوا الريزرفوار مش معبي اما على الاقل في تروكار. ومن بعد ثم نقطة مهمة جدا حسب رأيي إذا كان مش تتبرمج ونقولوا احنا مش تقف الكرة كي ولا نقولوا يا ربي مش ترجع الكرة مش تصير ريبروغراماسيون نقولوا لكن ريبروغراماسيون ما تصورش أنا الاتحاد ولا الجامعة ولا أي ولا يعني الاتحادات المحلية معناها الإفريقية والعالمية مش يقول لك هذا حد جيت أي لازم بريباراسيون أخرى اكزاكتومون هذاك اش حبيت نبني عليها. هنا نتصور أنا إذا كان نقولوا مش ترجع الكرة مثلا ترجع لو كان زبري دونك كل جمعيه نصور ان سيمين اوبارامون باش يدخلوا اون ستاج دو 4-5 جور كافي هذا وسيمه يكفي كافي جدا اذا كان نعرفوا نستغلوها. اذا كان اللاعب يقعد يمارس في الرياضه نتاعو في الانشطه خاصه كما قلت الهوائيه اللي هي توسكي ايروبي راهو يكفي انك تفي توسكي فوتينغ توسكي فيلو توسكي جو سي با ناتاسيون توسكي معناها اي اكتيفيتي فيزيك تخليك تقعد حاضر. اكيد اللي
لو ريفليكس لو كونتاكت كل يرجع راهو ماهوش مشي بتاع ما نحكيوش راهو ماهوش توقف نتاع 6 7 اشهر راهو احنا نحكيو على توقف راهو اليوم بتاتا حتى نقول حتى شهر ما يسالش لكن راهو من بعد نوليو ممكن توتي بريباراسيون نوفو واذا كان تقف يمكن تقف السنة وعام الجاي ترجع بريباراسيون نوفو في جويليا اوت كيما العاده وكهو دونك نجم تكون راهو ساعات التوقف كيما قلنا نجم يكون ايجابي إذا كان اللاعبين عندهم ضغط وبرشا مباريات ينجم يكون إيجابي لكن بعد أكثر مش يولي سلبي دونك هنا يفو معناتها هيك علاش نقول لك والناس كل لازم تكون في نهاية الأزمة تكون ثم برمجة خاصة تكون اللاعب يبدأ حاضر بها يظهر زاد حاجة أخرى الثانية ممكن نزيد نحكي فيها اللي هي اليوم ما هوش ممكن العامل الذهني العامل النفسي ما تصورش تعمل لاعب كل تعرف احنا كل فريق ما نعرفش انا اللي كي ناخذ في تونس ولا في سوسه ولا في صفاقس يعني الفرق الكل ولا تطاوين ولا بنقردين اللاعبين جايين من عده جهات من عده اماكن اليوم مش تمشي يبدا مخه في عائلته خذاه وكلاه وما كلاهوش دونك صعيب ياسر باش تجمعهم تجميعهم صعيب ياسر دونك المخ ما عادش يجاوب اليوم في بالي اليوم وقت التضامن والتلاحم بين اللاعبين الكل بين الرياضيين الكل نشوفوا في برشا بوكو داكسيون بوزيتيف قاعده تقوم بها عديد الرياضيين ونشكرهم يعطيهم الصحه ابتداء من حتى من الجامعه التونسيه لكره القدم دونك هذوما حوايج بوزيتيف اليوم بالحق نقفوا لبلادنا مع بعضنا تبري كل حد يشد داره وكل حد يعاون باللي يقدر كل حد يعاون باللي ينجم لانه اليوم البلاد محتاجه الناس الكل خاطر لا قدر الله يتفشى المرض فينا راه صار يتر تري ديفيسيل في الامكانيات اللي عند بلادنا مش نجمو نلمدوها الحكايه ما تقولك عليهش كل حد يشد داره وكل حد يحاول يستحفظ على اللي معاه وينصح باللي يقدر حتى نجاوز الازمه هذه ومن بعد نرجع للكوره ونرجع للانترينمون في كل سهوله ان شاء الله. واضح يعطيك الصحه وسيم على كل هذه التفاصيل اكيد معاش كان تحب تضيف حاجه في الاخر هذا هو نتصور والله كيما قلت لك هذا هو دونك اليوم وقت التضامن وقت التلاحم العامل الذهني راه مهم جدا بالنسبه للاعب اليوم نتصور انا كل انسان قدامه كان شراط الوطن كل انسان كيما معناها كيف يحس جاره بحذاه نقصته حاجه سكون بحذاه نقصته حاجه اليوم تري امبورطون نقفوا لبعضنا فلان غلط خرج ما خرجش دخل نحاولوا نحتفظوا بعضنا حتى الخروج يخرج واحد ما يخرجوش زوج انسيت سويت راهو اليوم سي تو سكي بريفونتيف اليوم نحاولوا نحميوا بعضنا راهو نعاود نقولها راهو لا قدر الله تتفاق من الازمه راهو سافيت تري ديفيسيل دو لا معناها باش نشدوها دونك هذاك علاش سي تري امبورطون الناس الكل كل حد من شيرته كل حد من موقعه كل حد من جهته كل حد من ولايته يحاول يحسس اللي معاه وراهو انا قاعد نشوف في برشا حوايج بوزيتيف معناها تسوى على موقع التواصل الاجتماعي ولا الناس كيفاش واعيه نحس بالتوانسه واعيه الحق كيف نشوفوا الصف يبعدوا متر على بعضهم هو الناس تحترم في بعضها راهو ممكن ان شاء الله تكون منا حاجه باهيه هذه نجم تكون حاجه ايجابيه حتى غدوه في حياتنا دونك انا نتصور ممكن ابتلاء من عند ربي لكن ان شاء الله التوانسه نخرجوا من الازمه هذه والعالم يخرج من الازمه هذه ونرجعوا ديما متضامنين وديما متلاحمين ديما قراب لبعضنا وربي يبقى علينا الستر وربي يحفظ تونس ويحفظ شعبها وجميع الرياضيين والرياضيات والناس اللي تبع فينا الكل. امين ان شاء الله يعطيك الصحه وسيم معلا المدرب والمعد البدني السابق للسي اس اس والمنتخب الوطني التونسي على كل هذه التفاصيل. بعد شويه باش يكون معنا بالتليفون محرز بوسيان رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه نحكيو معاه على الاجتماع اللي جمعوا عن بعد خلينا نقولوا برئيس اللجنه الاولمبيه توماس باخ شنو تناولوا فيه شنو مصير الاولمبياد طوكيو 2020 بالنسبه للبطوله التاهيليه ايضا شنو مصير الاولمبياد وكيفاش تحضيرات اولادنا حاليا اللي قاعده تصير في الظروف الحاليه. نمشيو موزيكا بعد زميلتي سابرين في الاخبار بعد مواصلين في زون ميكس حتى للخمسه.